فوضى. مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مرة أخرى في هذا البث المباشر اللي كيف ما تبعتوا معنا في البث المباشر الأول. الناس اللي عندهم واحد الضرر كبير بسبب الأشغال ديال الترامواي تفرقع واحد القادوس وخلاو فيه واحد السيمة، ورغم الاتصالات ديالهم بليديك ما خدموش معاهم، وهذا السيد هو اللي ماشي ضرر من المال الخاص، شرا واحد البومبا أربعة البومبات اللي شريتو أربعة اللي شرينا أربعة. عاود لي من الأول شنو هو واقع ومن إمتى هذا الشيء وشنو هو الكلام؟ سيدي هذه سنتين وحنا متضررين، فندق المرأب والمحل التجاري والمطعم، هذا السيكتور كله، هالمطعم اخر كله كله متضرر. حنا تطوعنا واشترينا اربعه البومبات. شنو الضرر اللي شنو المشكل؟ عندهم مشكل في الكنيزة في في, في القواد، هما ما داروش خدمتهم، حفروا الناس ديال الاشغال ممكن لي ديك تراموي ما عرفتش، هما ما عرفتش لا سينيسمون ما عرفتش، المهم راه حبسوا لهم والقادوس محبوس ليه، حنا كنضروا ندير البومبات باش نخرجوا حنا ونلوحوا ليه. جابوا واحد الموتور ديالهم باش يجروا الماء، خسر ليهم. المشكل اللي داروا هما في الاول المشكل ما داروش خدمتهم، ما داروش القواد. يعني كانوا كيحفروا ولا كانوا حفروا وخلاو داك الشيء مزيد وزادوا فحالهم. راه 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 را كتشوف فيه راه. شنو وقع مني خلاو داك الشيء؟ كيرجع الريكول، كيرجع الريكول كلشي عند الناس. الماء كامل كيرجع لكم انتوما. كلشي كيرجع، الماء كاين الخساره، كاين بزاف ديال الحوايج. شنو نوع الضرر اللي تسبب لكم فيه؟ اسيدي لي فوتي ناس مشاو، كان هذا مول المحل مشاو لسلعتو، الاخر مشات ليه سلعتو، الاخر الطوموبيل ديال الناس غرقو، راه ديجا شفت التيفي كانت هنا. شحال ديال المحلات تضرروا من هذا الشيء؟ سبعه تسعود المحلات، واحد جوج ثلاثه محسوبين. شنو الاجراءات اللي درتو انتوما؟ والناس ما الناس واش اتصلتوا بليديك؟ تواصلوا الناس بليديك. لا ادن لا صاغيه، ما كاين حتى واحد كيسمع منك لحد الان، ما كيسمع حتى واحد. شتي الماتريال حيدوه خلونا. يعني واخا اتصلتوا بليديك ما داروا معكم والو؟ ربعه لي ميساج وعندي لي كود ديال لي ميساج وما كاين حتى حاجه. شنو كنت تقول لهم؟ شريف حنا مضرورين. جاو الماتريال ديالكم ما خدامش، جاو هزوه وزادوا فحالهم. راه شتي راه التيوتري ما خدامش، جاو هزوا الماتريال وزادوا فحالهم. وشنو درتو في ديك الساعه انتوما ملي مشاو هما؟ حنا جبنا لي بومب ديالنا باش نيفاكيو الماء. شريتو من مالكم الخاص؟ اي باش الفاكيو الماء باش ما يدخلش هنا، هما خلاونا. لا كاب مضروب بزاف اصاحبي. لا كلشي بحال بحال. لا كاب مضروب بزاف. كلهم. تقريبا شحال ديال المده وانتم في هذه المشاكل؟ طالعين العامين. انا ملي بداو؟ عامين والله. عامين وانتم في هذه المشاكل؟ من بداو هذا الطرابو هذا؟ واخا لما كتحمل من المسؤوليه انت. واش نقول لك؟ سير كان بعد المجلس البلدي، كان بزاف ديال الحوايج ما فهمتش، ما عرفت من كان. راك مضروب بزاف اصحابي. كيديروا هما سوتريتونس، ما عرفتش كيفاش كيخدموا هادشي ديالهم. كيجي كيخدموا شويه تق 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 ويزيد في حالاتهم، ما عرفتش كيفاش كيخدموا هادشي ديالهم. كيضربوا بالطرقه ويزيد في حالهم، خلاو هاد الزمر هاك. واخا ما كتحاولوش انكم ملي تكونوا خدامين زعما تقدوا معاهم على حساب المشاكل اللي كيديروا لكم؟ هذا راه الشارع الرئيسي هذا. شريف جي مغي بيان avoir une certaine personne pour adresser la parole. Le من غندوي مع من عند ما كاين حتى واحد. رحم الله والديك. كتجي كاسك بلو كاسك ما كاين حتى واحد. لا والله. يا بيرسون. ما كاينش مع من دوي عندك هنا. هنا كلشي مضرور. آخر مرة اتصلتوا بليديك؟ اليوم أربعة د المرات. ميساج. شنو الجواب ديالهم؟ الناس غايجيو. جاو هزوا الموتور ديالهم ومشاو. راه داو. راه داو. جاو ولكن داو. أشنو هو؟ أش داروا؟ دا هزوا الماتريال. خلونا حنا في المحنة. يعني انتم اللي محلين ومضرين والخسائر. واش كتشوف ديال البومبات اللي درنا اربعه؟ ياك شفتهم بعينيك. شحال الاخر طلعوا عليكم؟ الخسائر بزاف اصاحبي. يعني فلوس كبيره. استغفر الله العظيم. لما توجه الرساله ديالك ولا النداء ديالك؟ والمسؤولين في الدار البيضاني. الله يرحم والديكم. ماشي المسؤولين، ما كاين حتى واحد، ما كاين مع من التدوي، ما كنكذبش عليك، ما كاين مع من الدوي. يعني كلشي اللي عامين وانتم في نفس الدارار والو، كلشي هاد الزنقه بضروره. واش الفران ها المحل محمد سميحه راه شارع ماشي زنقه. مازال غتحاولوا تتصلوا بليديك ولا شي حاجه؟ صافي معلومه انت. احنا ما نعسوش، ما يمكنش نعسو الا كان الشتاء. المحل ديال الناس مضرون، الناس برزقهم كيضيعوا، تبقى نعس ما يمكنش. يعني
عندكم خسائر ماديه كبيره كاينه. وكيف كديروا دابا مع هاد الرائحه حتى هي اللي كاريها يعني؟ والله الله يرحمنا هادشي ما نقول لك والله لا والله بزاف بزاف عيقوا كاع بالعربيه تعرف والله الا ما يكذب علي. الرساله لما توجهها خاصه باش انه يتحمل المسؤوليه ويتدخل في اسرع وقت. سيدي سيدي مولاي 2012 اللي شاد المشروع سيدي مولاي الله يرحم والديك المارشي وليديك المارشي اللي شاد عندك ليديك عندك ليديك فلاسينيسمو عندهم مشكل حطينا الماتري هنا زيرو ما كيبومبي والو. دوزيامون الناس المسؤولين بالتراموي المجلس البلدي كاع ديال الدار البيضاء كله راه ماشي حاله هذه. لا والله ماشي حاله هذه الناس يضيعوا يعني حيت هما يقولوا غنديروا الترام ضايعين المال ديالهم معنويا ما كاين والو في هذه الزنقه هذه. اش بغيو يسدوا واقع واش يسد كلشي يسد الزنقه صاحبي راه شارع محمد سميح هذا عرفنا التحيه اللي قريت هما بسبب هذا الترامواي ولا عندكم مشاكل في الخدمه ديالكم معلوم ما كاين ستاسيونمون ما كاين بزاف كاين البعوض كاين الزبل كاين الوسخ على الزلاوجه كاين بزاف. ها شوف هذا ها الروينه هذا فوضى شنو راجع فين هي السياحه الواد الحار الخمس اللي دار المشكل بزاف حتى الكليان ما بقاوش غيقدروا يجوا عندك ما كاين غيجي عندك هنا ما كاين لا دوله حنا اللي درنا الدوره تطوع عندنا هذاك الدوره ديال التطوع هذاك مطوعين حنا بالدور وقعت مدينه الدار البيضاء في السونتر فيل ما شاء الله سونتر فيل المدينه الاقتصاديه زعما يا حسره هذا القلب النابض ديال الدار البيضاء هذا ضرب عمر يا حسره واخا اخر كلمه شنو تقول والله يهديهم. السلام عليكم. شكرا اخويا مشاهدي قناه شوف تيفي كنتمنى تبارطاجيو هذا المباشر هذا باش يديروا مع هاد الناس حل.